الله ينجح الجزائر ان شاء الله ولا ينجح هذا الفوط على سلامة وكونوا بالفرح وسرور ان شاء الله الى ربي حيانا. ينتخبوا هذو الممثلين تاعنا يكونوا في احسن الظروف ويخدموا البلاد والعباد ويتحلوا بالشباب تاعنا ويتحلوا في اللاوي يحلوا المشاكل تاع المجتمع هذا. والله يوفق كل واحد كمترشح ولا كمنتخب، الله يوفق كل واحد ان شاء الله باش تسقم البلاد نسقموا البلاد ونفوز بالجزائر في اي مجال.